السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع أم بواقي لنقف على أشغال تاع المستشفى الجامعي اللي يقع في بلدية عين مليلة. إذن واللي الأشغال انتهت به وعملية تاع التجهيز انتهت، لكن إلى حد الساعة المستشفى هذا مازال لم يفتتح. إن شاء الله يكون فيه تدارك هذا التأخر وليستفاد منه السكان نتاع يعني البلديه والولايه بصفه عامه، اللي راهم بامس الحاجه لمثل هذه الخدمه العموميه، اللي ان شاء الله تكون يعني في حسن ظن المواطنين. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.